سيد النعيمي، بالنسبة لطبيعة هذه الاغتيال وأيضا في طريقة الاغتيال، إلى ماذا تشير هذه العملية في طبيعتها وأيضا طريقة الاغتيال لهذا الضابط الإيراني داخل العاصمة طهران؟ بحد ذاته هي عملية الاغتيال هي خرق واضح للأجهزة الأمنية، وخاصة لأهمية هذا الشخص داخل مؤسسة الحرس الثوري الإيراني. أعتقد بأنه هنالك منظومة أمنية قوية وكبيرة تتحرك معه، لكن عملية الاغتيال عندما تمت بدراجة نارية واحدة ويستقلها شخصين ويقوم بإطلاق النار بشكل مباشر، ولا توجد هنالك أجهزة أمنية ولا أجهزة استخباراتية تتحرك في المنطقة ولا كاميرات، عداك عن التصريح، أعتقد بأن التصريح الرسمي بالنسبة للحرس الثوري الإيراني وكذلك أيضا الأجهزة الأمنية بأنها فتحت تحقيقا في ذلك وأنها قامت بمسك مجموعة من العناصر الذين تشك بانتمائهم للموساد الإسرائيلي، بحد ذاته هي عملية من أجل توجيهها اتجاه الخطاب الداخلي، لكن في حقيقة الأمر أعتقد بأنه لن يجدي ذلك نفعا مع حجم التظاهرات التي تجري في طهران. هناك تظاهرات كبيرة، وبدأت تلك التظاهرات تتغير ربما في السابق تطالب ببعض الحقوق، منها القضية الاقتصادية ومنها بعض ملفات حقوق الإنسان، كذلك اليوم هي تطالب بعدم إرسال أبنائها، وهنا أتحدث عن حاضنة اجتماعية للنظام الإيراني بحد ذاته. لكن سيد النعيمي، بالنسبة لهذه عملية الاغتيال هذا الضابط داخل العاصمة طهران، وأيضا إذا ما أخذنا أيضا طريقة اغتيال فخري زاد في وقت سابق العالم أيضا الإيراني، هل هذا يشير بأن الموساد يخترق بطريقة أيضا أكثر وإيران مخترقة من الموساد بعد هذه العمليات الاغتيال داخل إيران أو داخل في وقت سابق لفخري زاد وهذا الضابط أيضا؟ ربما قد تختلف تقنيا عملية اغتيال محسن فخري زاده من حيث استخدام بعض الأدوات أو القطع العسكرية أو الريبورت الذي تم إنزاله وتم توجيه الضربات ببعض الطلقات أو الرشاش وتم استهدافه وإنهاء حياته في حينها، لكن يوم نتحدث عن ناس مدنيين أو هنالك أشخاص يستقلون دراجة، يعني أنهم خرجوا في وضح النهار أمام مرأة ومصنع من أجهزة الأمنية وتحركاتهم داخل أجهزة الأمنية، وهذا بحد ذاته ربما قد يشير إلى أنه هناك بعض ممن تم تجنيدهم، هي رد على الرسائل التي تحاول إيران إيصالها بأنها ستقوم بعملية تجنيد بعض عناصر تابعين لها داخل إسرائيل من أجل الكشف عن أماكن الأسلحة أو طبيعة وماهية تلك الأسلحة المتواجدة لدى إسرائيل وتحديد الكثير من المواقع، وبالذات التوقيت هي تستخدمها في رسائل ردع من الطرف الآخر، لكن هل هذه المعلومات دقيقة؟ لا أعتقد ذلك مطلقا، ليس لدى إيران القدرة على تحديد ماهية الأهداف في الداخل الإسرائيلي، ولا يمكن تواصل حتى وإن كانت أشارت ضمن بعض التقارير من خلال خطاب الإعلام الرسمي بالنسبة لها أو حتى من خلال الرسائل الأمنية أو الرسائل السياسية التي المزدوجة التي تقوم بإرسالها سواء عبر مصداتها في الداخل السوري أو عبر المصدات في الداخل اللبناني أو حتى المشاركة في الحريق الإقليمي، وأنا أتحدث بالتحديد في العراق، فكل الممثليات أو المقرات الدبلوماسية التي تتبع بشكل أو بآخر لقوات التحالف الدولي أو حتى إسرائيل ستكون أهداف قادمة وفقا للتصريح الرسمي الإيراني، لكن هل لدى إيران القدرة على التأثير على تلك هذه المؤسسات؟ أعتقد أنه في حال صحة تلك المعلومات أنها قد استهدفت قنصلية أو ممثلية أو حتى اجتماع للموساد، لا أعتقد أن تلك المعلومات صحيحة أو دقيقة نظرا لعدم وجود رد على ما هي تلك العملية في حينها، وإنما اقتصرت على بعض هنالك مبنى حديث لقنصلية ربما قنصلية أمريكية سيتم إنجازها، ولم يكن هنالك خسائر في عدد طيب. في البشرية في مسألة